اسمي أرساني حكيم، متطوع هنا مع بنك الطعام. أنا أندرو من شركة ريد سكوير. فكرنا في فكرة بس السنة اللي فاتت، بدأنا موضوع العزومة ده السنة اللي فاتت، كان بس برضو زي ده بالظبط. تمام، فكرنا إن احنا نعمل مائدة رحمن كده، مائدة إفطار للناس. تمام، بس حاجة بريميوم كده شوية. مثلا الساعة 10 نبتدي نتجمع، بنطلع الشنط من المخزن لغاية الأتوبيس، بعد كده بنطلع نخلص على الساعة 5:15. اول تاسك بيبقى عندنا ان احنا بنخلي الناس معانا حاجات كليننج كيتس وكده. تمام، بنخلي الناس تبدا تنظف الشوارع بتاعتها، وبعد ما بتنظف الشوارع بتاعتها احنا بنوزع شنط رمضان. الشنط دي بتبقى فيها اكل وحاجات كده للناس. بنروح اماكن كتير زي مصر القديمه، منشيه ناصر، الزلزال، الحتت دي بنروح هناك، بنبقى بنكنس الشوارع، بنعلمهم ان هم ينظفوا تحت بيتهم، بعد كده نبتدي نوزع. بص، اللي احنا عملناه جديد ان الاكل بيجي بكواليتي اعلى بكتير. تمام، في اوبشنز كتير قوي بتنزل للناس اللي بتفطر، في عصاير وفي حلويات وفي تمر وفي حاجات كتير قوي بتنزل غير اي مائدة رحمن. تمام، يومنا بيبتدي من الساعه 2، بنيجي نجهز حاجتنا، وعندنا مطبخ متنقل في كل الامكانيات. عندنا منيو يعني يوم باستا، مكرونه وكفته، مكرونه وبانيه، عندنا فراخ ريستو. بنغرف بالظبط 150 وجبه في اللانش بوكس، بنجهزهم للناس اللي هم جايين يفطروا بس. وبنبدا اول ما المائده بتبدا، بنبدا نوزع عصير وميه وتمر واكل وحاجات كده للناس. اي حد بيبقى معدي في الشارع عايز يفطر يعني، بيجي يقعد يفطر معانا وما عندناش اي مشاكل.